اسم الاب والابن والروح القدس واحد امين. موازين غش مكرها الرب والوزن الصحيح رضا. في سفر الامثال 11 بيقول ايه الايه بتقول ايه؟ بتقول موازين غش مكرها الرب والوزن الصحيح رضا. يعني واحد بيوزن بميزان رايت، لو ميزان ده مش مظبوط هيحصل ايه؟ نتيجة هتبقى ايه؟ حاجة طلعت غلط. فببساطة هو بيتكلم روحيا ان احنا عاوزين نوزن روحيا صح. هوزن روحيا صح ازاي؟ كذا فكرة. احيانا واحد يبص للناس حواليه ويوزنهم بشكل غير بتاع ربنا. بمعنى احنا النهاردة مثلا ما نتكلم هنتكلم على مين؟ طبعا الشهداء لهم مكانتهم، المبشرين لهم مكانتهم، الرسل لهم مكانتهم، دول بشروا راحوا جم، ده استشهد على اسم المسيح. طب العذراء لا استشهدت ولا بشرت ولا وعظت ولا كل ده، بس العذراء هي العذراء اللي هي فوق كل ده، صح كده؟ كانش في اسم في وقتها يعني ساعتها وهي أم سيد المسيح كده، ما كانش حد مشهور وبيتكلم وبيأثر بس هي العذراء. في رسالة يعقوب صح التاني يقول ايه؟ يقول يا اخواتي لا يكن لكم ايمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحاباة تحبيش، فإنه إن دخل لمجمعكم رجل بخواتم ذهب في لباس بهي، واحد دخل شيك لبس محترم ذهب عربية حلوة لكن عربية، ودخل أيضا فقير بلباس وسخ، فنظرتم إلى اللابس اللباس البهي وقلتم له اجلس أنت هنا تفضل قدام، حسنا قلت الفقير وقف أنت ورا كيف أنت هناك أو اجلس هنا تحت موطئ قدمي، أفلا فهل لا ترتبون في أنفسكم وتصيرون قضاة أفكار شريرة؟ وكان ده صح، هو صح إن أنا هو صح إن أنا أقيم الناس على لبسهم على شكلهم؟ موازين أنا بوزنها كده، ربنا بوزنها بشكل تاني خالص. تفتكروا الناس بتبص بطريقة وربنا بيبص بطريقة تانية. في يوم من الأيام واحد زي بلشاصر اللي هو يبقى حفيد نبوخذ نصر، نبوخذ نصر ده كان حد ملك بابل وكان حد قوي جدا وحد كويس، وبعدين جيل ورا التاني جاء حفيده ده كان بعيد عن ربنا قوي، وقرر ان هو في يوم كان شارب فقرر ان هو ايه، ان انا هغلس على اليهود، اعمل ايه؟ هجيب الاواني بتاعت الهيكل واشرب فيها، اشرب فيها خمر. طبعا اواني الهيكل زي كده مثلا النهارده في الهيكل مين هيلمس الاواني؟ الكاهن، او لو مثلا الشماس بيقفل البتاع يعني جايز يلمس. فهو جاي بقى هنشرب فيها خمر يعني ايه؟ يعني هتري عليها هبهدلكم يعني. فطلعت ايد كده من الحيطه كتبت حاجه بالفارسي معناها ايه؟ ان انت ايامك أيام ملكك انتهت، وزنت بالموازين فوجدت ناقصا. اللي بص ساعتها قبلها بدقيقة واحدة، الراجل ده ملك ده قاعد في المملكة في بابل. على فكرة تاريخيا بابل دي اختفت فجأة، يعني كانت مملكة ماشية وفجأة وقعت وفارس مسكت. إيه اللي حصل؟ ما ربنا قرر بمستوى البشر المملكة دي ناجحة قوية، الملك ده ملك قاعد في قصره، مستوى ربنا قصة مختلفة خالص. ايه الموضوع؟ الموضوع ان الواحد اوعى توزن نفسك بموازين البشر لان غالبا مش صح. في لقاء 12 بيتكلم على ايه؟ الغني والعذر. غني والعذر بمنطق البشر ده واحد غني قاعد في بيته قاعد يعني كده محترم لابس شيك كده وحاجتي وفلوسي وباكل بيها ومحدش حاجه عندي. التاني تحت بره ده عيل يعني شحات ولا واد مش عارف مال ولا هومليس ولا كذا. موازين البشر ايه؟
يعني ايه ده؟ انا اكلم ده ليه اصلا؟ كلمه ليه ده؟ موازين ربنا للخصة ايه؟ انت استوفيت اجرك على الارض، انت استوفيت خيراتك على الارض، ودي حاجة تخوف احيانا. واحد ايه؟ انا بدور على الراحة الراحة الراحة. نقطتين الأولانية، أحيانا الراحة بتودي ورا الشمس، أحيانا الراحة بتودي بعيد قوي. الواحد يكون كده تعبان تلاقيه واخد القصة جد وبيصلي ومش عارف ايه، لما ريح أو ريح بالمرة. داود النبي لما كان قصة جد كان واخد القصة جد بيجري، لما ريحت وبقى يعني بقيت ملك وعندي وعندي اتجرجرت السحب. أحيانا الراحة بتبقى خطر مش حاجة حلوة. الفكرة التانية انتوا اكيد عارفين كان ده، هنا في جو كده بتاعي God of Wealth and Wealth، في بعض الكنيسة في امريكا يقولك ايه، تقرب من ربنا هيديك صحة ويديك فلوس. لو تقرب من ربنا، ربنا هيديك صحة ويديك فلوس. هل المسيحي كده؟ لا، قالي الرسل يعني لا كان في فلوس ولا كان في حتى عديف مكان انك بتعذبه. منطق مش دقيق. لو دي اخرنا يعني لو ده اخرنا والارض اخرنا قربنا ربنا المفروض يعني اديني بقى الريورد، بس ده مش اخرنا. واللي لسه مش واخد باله ان ده مش اخرنا يبقى لسه تايه هنا. هتلاقي نفسك عمرك ما انت راضي، عمرك ما هترضي. ليه؟ لو عينك لسه هنا. الواحد ممكن يبقى هنا غني وفي السماء ايه؟ نو. ممكن حتى ان يبقى فقير وفي السماء ايه؟ واصل قوي، واصل قوي. وبالتالي في شطاره اللي يعرف يحول الاكونت بتاعه. لو انا مهاجر هحول الاكونت على فين؟ على البلد اللي هاجر عليها. كان زي بيل فهم يقول ايه؟ يقول الفقراء هم الحمالين الشيالين اللي بيشيلوا الصوره بتاعتنا من الارض للسماء. الفقير هو الشيال بيشيل ثروتي من الارض على السماء. والغريب ان الواحد لما بيتغني شويه او بيقوى شويه، يتغني يعني فلوس، علم، مركز، احيانا بعض الناس يعمل ايه؟ بيشم نفسه ويحس ان ايه؟ ان يعني انا ربنا. افتكر حد رايح يعمل عمليه، بعدين واحده يعني بنيه في قبل العمليه واقفه بتصلي في الاجبيه على السرير، فدخل الدكتور وتري دوين تعملي انت؟ قالت له بصلي. قالت له بصلي لمين؟ قالت له ربنا. قال لها انا هنا ربنا، انا ربنا. هو شايف ايه؟ انا عايش اموتك، انا ربنا. العلم الكتير بينفخ، الثروه كتير بتنفخ. طبعا مش كل واحد عن ثروه بيتنفخ، بس بتخوف. خد بالك، خدي بالك، تخوف. وربنا في اليوم المجيء الاخير، في اليوم الاخير هيعمل ايه؟ حكمة الحكماء راحت. طب والبي اتش دي؟ مبقاش ليها لازمة. طب والبيت؟ اكيد راح، اكيد راح. يعني طب هنزود اوضه؟ راح. يعني ما يعني ما اسكنش انا اقعد في الشارع مثلا؟ لا، ما حدش قال كده. بس اعمل ايه؟ حط عينك على السماء، حط عينك على السماء. صدقني حط عينه على السماء هتلاقي حاجات كتير قوي كان زمان مهتم بيها وفرقة معاه وكان يقوله بيتش تساوي. في حاجة تانية كنت مش فرقة معايا بقت تساوي النهاردة قوي. يعني مثلا انا جاي من مصر، انا هاجر من مصر، واي ثينك كلنا. وانت مسافر رايح على الطيارة مهاجر وان واي، انا مسافر مش راجع. في الطريق حد عرض عليك انا هبيع لك عربية تمنها سي 50,000 هبيع لك ب 45 ب 40، هشتريها؟ مش هحطها في ولا الطياره يعني عم بيه. انا ماشي دلوقتي، روح ماشي. طيب واحد وانا في ماشي في الطريق، انا راكب دلوقتي عربيه رايح على المطار، حد شتمني، هل هقف ارد عليه واتخانق علشان ده قال لي كذا؟ يا عم انا سايب كل الكلام ده، باي. اللي يحط عينه على السماء حاجه قوي كان زمان بتفرق، ده قال لي كذا، قال لي كده.
هتلاقي ايه؟ عارفين في التطويبات، تعرفين كان في التطويبات يقول لك ايه؟ طوبى المساكين بالروح، طوبى الحزانة، طوبى طوبى طوبى، طول صناعي السلام، رايت؟ صناعي السلام جاية بعد ايه؟ بعد كذا واحدة قبلها، كأنها سلم عشان تجيب اللي بعدها لتجيب اللي قبلها الأول. فمساكين بالروح تجيب اللي بعدهم. لو انا عايز اعمل سلام ما بين فلان ومراته، ما بين مش عارف مين، ولو انا ما عنديش مساكين بالروح ما اعرفش اجيب الباقي. طب من هو المساكين بالروح؟ مين مسكين بالروح؟ مسكين يعني ايه مسكين؟ واحد مسكين يعني ده مسكين، ده غلبان، غلبان صح كده؟ غلبان. طب غلبان روحيا يعني ايه؟ عارف ان انا محتاج روحيا. من مين اللي عارف محتاج روحيا؟ انا عارف ان انا فقير يا رب محتاج منك. ده ايه؟ ده المتواضع. عشان تعرف تعمل سلام اعمل ايه؟ متواضع. طب انا اختي في استراليا متخانقه وانا عايز صالح بينهم، حد كده يعني لتبقى انت الاول متواضع عشان تصالح بينهم. عشان انت دخلت في القصه وانت انا، هيبقى في خناقتين مش خناقه، هي تبقى كده بالظبط، خناقه ما بينها وبينه وخناقه ما بيني وبينه. فكرة كمان، واحدة من الموازين، واحدة من الميزان اللي ممكن أقيس عليه نفسي نقاوة القلب، قلبي نقي ولا لأ. يعني العلم أحيانا بينفخ، الحكمة أحيانا بتحس واحد إيه إن أنا واخد ألم في نفسي. أحمدك أيها الآب لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء اللي فاكرين نفسهم بيفهموا، بالآخر كده اللي فاكر نفسه فاهم. وأعتقد مين؟ أطفال الصغر. مين هم الأطفال الصغر؟ أطفال الصغر مفيش حد منهم بيعرف يرأي. إحنا أحيانا تعود إيه؟ يعني في مصر كلها ألفاظ كبيرة، الباشا والبي والمول وكده يعني. لازم باشا أو بي أو يعني لازم كده. وهنا برضو في حته بتاعت ايه يعني وحشني جدا وانت وحبيبي وكده وانا اصلا يعني ايه فقلبي مش صافي قوي. الاطفال مش كده، تدخلوا كده الاوضه اللي جنبكم دي، لو زعلان هو زعلان، ولو قلت له ما زعلش خلصت. الطفل هو مين؟ الطفل هو اللي عارف ان طالما بابا هنا هعمل ايه، مش خايف. لو بابا مش هنا هطلع اجري، خايف عيط. بابا اللي هو بابا يسوع. فلو انا عارف انا طفل، ان لم ترجعوا تشوفوا مثل الاطفال، لو انا عارف ان انا طفل، يعني انا بابايا موجود فانا مش خايف، انا مش خايف، اخاف مني، هقلق مني، ايه اللي هيحصل؟ طبعا سهل الواحد يقول كده، صعب الواحد يعمل كده. يعني فعلا ايه؟ كلنا بنتعلم، بنجرب، بنتدرب ان انا ايه؟ ابقى طفل. بس لو فعلا بقيت طفل هعمل ايه؟ مش عارف من حاجة، خاف من ايه؟ ايه اللي هيحصل؟ لو بقيت طفل كمان هعمل ايه؟ فعلا هسامح على طول. مشاكلنا ايه؟ ان انا ممكن اكون فعلا انا ازاي فلان ما بيجيش كنيسة؟ طبعا غلط. ازاي فلانة عملت كذا؟ وده غلط. بس انا زعلان من فلان بقالي سنين من يوم الخطوبة، مش الفرح يوم الخطوبة، ومش عايز صالح. لسه في قلبي من يوم الخطوبه مش عايز صالح، مش عايز انسى، مش عايز اغفر. طب فين الاطفال؟ لا لسه بدر. الطفل بيعمل ايه؟ بيسامح على طول. الطفل لما بابا موجود هنا بيعتقد خلاص انا مش خايف. الطفل كمان ايه؟ تلاقيه دايما يزن، يسال ليه ليه عشان ايه وايه ده زن ليه، معناها ايه دي؟ انا عارف انا مش عارف بسالك. الشاطر اللي يسأل ربنا في كل موقف، أي قصة تعدي عليك، أي حكاية تعدي عليك. بمعنى على فكرة بجد كده، يعني مثلا إيه حصل كذا، طبعا دلوقتي في موقف معين مثلا يمين ولا شمال، صدقني لو عرفت تصلي في كام ثانية من قلبك وأنت واقف، كان يا رب ارشدني أعمل إيه في دي ولا دي، تلاقي قصة إيه؟ تلاقي هو كلام، هو أنا خدت كده ليه؟ ما كنتش فاهم، بس ده مشيت صح، ما أنا سألته. الطفل بيعمل ايه؟ الطفل بيغفر على طول، الطفل ما بيشيلش في قلبه، الطفل بيعتمد على بابا، الطفل بيسأل كتير قوي.
ولما مش فيل في قلبه بيعمل ايه؟ نرجع نلعب تاني عادي جدا. الطفل على فكره ما يفرقش هو فلان اللي جاي يلعب معايا ده اللي هو الصغنط ده هو ده ابن فلان ولا ابن فلان، ما تفرقش معاه. هما لما كان بابا ومامته جايبينه كانوا في عربيه نوعها ايه؟ ما فرقتش معاه، ما خدش باله، واخد باله جايين نلعب. فان لم نرجع، ان لم نرجع ونصير مثل الاطفال مش هيدخل السماء. لو انت لسه، لو انت لسه شايل في قلبك من ايام مش عارف ايه، واضح ان انا كبير قوي، واضح ان انا صغير قوي عشان ابقى طفل. العجيب في القصة ان الناس اللي وصلت بقت اغنية قوي، شاطرة قوي، مشهورة قوي، حكيمة قوي، يقولك ايه؟ سليمان مثلا، سليمان الحكيم، باطل الاباطيل الكل باطل وقبض الريح. مين انجلس؟ مين انجلس؟ مالها باطل ولا تساوي، مالهاش معنى. ده سليمان. والغريب واحد زي مثلا ستيفن جوبز بتاع ابل يقول لك ايه؟ يقول لك اخر اقوال، لاست وورد فور ستيفن جوبز، يقول لك ايه؟ يقول لك طول عمري بدور ان اوصل لقمه الجبل. قمه الجبل فعلا اغنى واحد، اشهر واحد، ليه تاثير في العالم كله. طول عمري بدور ان اوصل لقمه الجبل، ولما صعدت هناك لم اجد شيئا. ايه؟ ما لقيتش حاجه. دور ستيفن جوبز، لاست وورد فور ستيفن، طول عمري بدور على ان اوصل لقمه الجبل، لما وصلت هناك ما لقيتش حاجه، ما لقيتش حاجه. اللي هو بقى شنو عملها في مخلق في قصيده حلوه قوي اللي هو ايه؟ ليت شعري، اللي هو يقول لك ايه؟ انا هبني مخازن واعمل واعمل، وليت شعري، ليت شعري يعني ليت شعري يسعفني، يعني يا رب الشعر يعرف يديني كلمات اعرف اعبر بيها اللي في مخي. ليت شعري ان هو في الاخر هقعد في جو في لحد، هقعد في هموت وكل ده سبته. انا هعمل علم وبعدين يعني ما ذاكرش؟ لا ذاكر. الفرق بين ان انا بين ده وده ان انا ايه؟ انا هعمل كل حاجه تنجحني بس ايه؟ عيني على السماء. ابراهيم ابنه راح يخطب، بعت معاه ايه؟ 10 جمال محمله. ده غني قوي، ده غني قوي فعلا يعني. 10 جمال، مش عارف دوها، مش عارف مهر كام ذهب، قصه كده قد كده. بس ابراهيم نفسه لما ربنا طلب منه ابنه اتفضل. اذا انا عندي ثروه بس مخي مش في ثروه. النقاط القلب نقي تلاقيه فعلا بيسامح. فكره كمان برضو الميزان بتاع الحكمه والجهل، احيانا واحد يتخيل ايه؟ ده واخد دراسه احسن، اذا ده اشطر من ده، ده احسن من ده. قدام ربنا القصه مش كده، قدام ربنا اللي قلبه نقي هتلاقيه اعلى من ربنا. وعلى فكره اللي قلبه نقي حتى لو كان واخد دكتوراه مش عارف ايه، تلاقيه لما يجي مثلا مش عارف مين تلاقيه يقعد يتعلم، تلاقيه يقعد عايز يعرف حاجه وجاي فعلا يعمل ايه؟ يعني جاي فعلا ايه؟ يعني هو لسه في مخه ان انا لسه ما وصلتش للقمه. لا ده حدش وصل للقمه. فكره كمان. في حته كده لطيفه شويه وصعبه شويه اللي هي بتاعت ايه؟ موازيني او كلامي وكلام ربنا، ميزاني وميزان ربنا. ممكن ايه فلانة تقول على فكرة انا جوزي صعب جدا، صعب جدا، انا على فكرة انا مراتي لو كانت بس يعني تكلم مختلفة خالص. ده كلام انا. لما يجي ربنا يتكلم هيقول ايه؟ يقول انا بقول له حاجة تانية. طبعا احنا ممكن نقبلية ايه فعلا لو هي تسمع الكلام ده او لو هي تسمع الكلام، بس فعلا الحقيقة يعني عايز اقول لنفسي انا بقول دي، انا عايز اقول ان 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 مراتي كذا كذا. طب لو ربنا فعلا واقف دلوقتي، ربنا في اليوم الاخير هيقول لي الكلام ده صح ولا انت اللي تعبها، ولا انت اللي كبر مخك، ولا انت اللي اهم حاجه الواحد يحاسب نفسه ايه؟ يحاسب نفسه مش هم. يا فرحتي
ان كلهم دخلوا السماء وانا دخلتش. عشان ادخل السماء محتاج ان انا حاسب نفسي. وانتوا عارفين القصه دي. اما بخوميوس اب الشركه يقول ايه؟ كان بيشوف رؤاه، كان السيد المسيح بيظهر له، كان يعمل معجزات، لغايه الميز يقول له ايه؟ يعني نفسي برضه اشوف رؤيه كده زيك. حد يظهر لي. قال له ايه؟ قال له ادخل اوضتك وشوف خطيتك، لان اللي يشوف خطيته اعظم من اللي يشوف رؤى. نعم، شوف خطيته، انا عامل ايه غلط؟ عايز اشوف رؤى. ليه بقى؟ لما اشوف خطيتي هتوب عنها، لما اتوب عنها هبقى جاهز اروح السماء، مش هشوف رؤيه هقعد معاه على طول. يبقى اعمل ايه؟ بص على خطيتك انت عشان اتوب عنها، وطبعا بتاعتي انا مش بتاعتهم هم. فكره كمان برضو، نفرض ان انا ومراتي قاعدين هنا في الاوضه في القاعه، انا قاعد هنا وهي قاعده ناحيه ثانيه، اوكي، انا عندي شباك هنا وهي عندها شباك هناك، الدنيا ضلمه، انا ممكن افضل ازعق فيها افتح الشباك عاوز يتنور، وهي تقول لي ايه؟ نفس الكلام. لو فتحت الشباك اللي جنبي حصل ايه؟ في نور دخل، حتى هي شافت ان في شباك جنبها. فبنفس المنطق كده انا ممكن اقول ان هي عملت وعملت، وممكن يكون صح، بس على فكره في حته تانية انا لسه ما عملتهاش فور شور، محتاج لسه ما عملتهاش. ده هو اصل كده، وممكن يكون صح برضه، بس ان في حته انت ما عملتهاش. الشطاره تعمل ايه؟ اعمل بتاعتك انت. طب ماذا لو فشلت؟ ماذا لو فشل الحب؟ عارفين اكيد الاجابه صح؟ نفر الحب باظ، فشل، اعمل ايه؟ احب اكتر. ليه؟ عايز اكتر دي خبطتها كده ما كسرتهاش، محتاجه ايه؟ خبط اجمد شويه. ذات سمبل. في حته لسه ممكن اعملها. ده كان ده لينا كلنا. في حته لسه ممكن اعملها. كلام ربنا هيقول عليا ان تقول صح، ولا على فكره مقياسك مش دقيق، لان ربنا في الاخر هو بيقيس. وبالتالي ففي مقياس تاني، في ميزان كمان، اللي هو بتاع ايه؟ بتاع الناس بتبص من بره، ربنا بيبص من جوه. داود النبي رايح زي ما ربنا قال له هنعمل ملك، فراح عند يسى، اللي هو يسى البيت لحمي، بيت لحم، ويسى عنده حب اولاد، فهنختار منهم ملك. داود صمويل بيصلي، شكرا، صمويل بيصلي، فجي الولد الاول، الولد الطويل وعيته كان جوه، ها رب هو ده؟ لا مش هو ده. التاني هو ده؟ لا مش ده. لغايه ما كل الموجودين خلصوا، ما عندكش واحد تاني؟ انا في واد صغير في هو هاتوا بس وريني كده، هو ده. قدام يعني عايزين ملك، واحد بيعرف يحارب، واحد كبير، واحد ياخد قرار، واحد كذا كذا. ربنا مش كده. ربنا بيبص على ايه؟ قلبك فين؟ أين هي قلوبكم؟ أكبر كذبة صح؟ أين هي قلوبكم؟ هي عند الرب. قلبي فين؟ يوحنا المعمدان كان بنظر البشر واحد، خدم 6 شهور قاعد في البريه، يعني لبسه مش قد كده، وبصراحه بيزعل الناس. يوحنا كان ايه؟ يعني او ناشف، يعني واخد القصه جد قوي، والناس خارجه. خارجين ليه بقى؟ ماذا خرجتم للبريه تنظروا؟ ناس لابسه شيك، دول هناك في القصر. طب خليني تبصوا على ايه؟ كذا، هي تبص على ايه؟ نبي واعظم من نبي، وفعلا هو اعظم مواليد النساء طبعا بعد العطر. ليه؟ رغم ان هو، طب ما اشعياء ده خدم كتير قوي، اشعياء ده عمل يعني كتب يعني 66 اصحاح وكبير قوي. طب ما ارميا كان مش عارف كام سنه بيقول لهم ارجعوا. طب ما بس الغريب ان يوحنا اللي خدم 6 شهور كان اعمق من كل دول. ليه؟ قلبك فين؟ قلبك فين؟ طيب اعمل ايه؟ لو عايز اقيس صح ما تهتمش بكلام الناس قوي بصراحه. يعني فلان قال ده انت قديس، فلان قال ده انت
سامحني ولا ده يساوي ولا ده يساوي ولا تفرق. فقال ده انت اللي انقذ بلا بلا بلا، او فلانة قالت لك انت مش ما يسويش. اهتم ربنا هيقول ايه على الكلام ده، على الموقف ده. انا وقتي رحت عملت كذا، رحت ساعدت فلان، رحت عملت مش عارف ايه، رحت في الشغل عملت كذا او ما عملتش كذا، ما حدش شافني على فكرة، بس ربنا هيقول ايه. ما حدش شافني انا عملت كذا في الشغل، ما حدش شافني، بس ربنا هيقول ايه. خدمت كذا، ما حدش، او بالعكس انتقدوني، ربنا هيقول ايه. المقياس هو ربنا مش الناس. فواحد قيس الكلام على ربنا مش على الناس. اتنين، احترم الصغير زي الكبير واكتر شوية. ميبي الكبير في ميت حد بيكلمه بيحترمه كده، احترم الصغير. الصغير الصغير اصغر منك سنا، اصغر في المقام، لسه في جاي يتدرب، احترم الصغير. تالتة، خلي اللي جوه زي اللي بره. تاني، افتكر كذا قصه مثلا، واحده منهم كان فر ابونا داود بيحكي في واحده، بيقول ان يوم رسمته كان البابا شونا جه على الرسامه على طول، جه متاخر، ده هو بيحكي يعني. وبعدين فتحد بقى بعد الرسام كده بيقول له يا سيدنا ربنا اكيد كنت سهران كذا كذا، قال له يا ابني رحت عيان نومه قدام الناس كلها. ليه؟ انا عايز جوه زي اللي بره، مش عايز الناس تفتكر ان انا كذا وكذا وكذا وانا مش كده. طب ما تقولهاش وخلاص. لا لا قلتها. ليه؟ عشان اظبط نفسي من جوه. عشان اظبط نفسي من جوه. لان لو القصه كلها كله بيمدحني وكله كده وانا عارف ان بس ماشي كمل كمل، هيحصل ايه؟ هتنفخ. اكيد هو شونا في ايام تانية بيصلي يعني، بس انا ايه؟ انا عايز اظبط نفسي. وحصلت قبل كده مع حد من ال في البستان، يقول لك ايه، حد من الاباء، وبعدين هو حاطط دفاع عن راجل بركه قوي، وبعدين في مره نايم تعبان نام، فجم ناس يزوروه من دير بعيد، فتلميذ بيقول له معلش اصل هو بيصلي، فقافل هو كده. فلما خرج قال له حد جه او كذا، طب قلت لهم ايه؟ قال طب انا كنت بعمل ايه؟ كنت نايم. طب ليه قلت لهم كده؟ ايه علاقه ده بينا؟ احنا مش في الدير. خلي اللي جوه زي اللي بره، ملوش لازمة للتمثيل. وعلى فكرة ده بيدي مصداقية أكتر. تاني، أعمل إيه؟ عملي. خلي جوه زي اللي بره، احترم الناس بالذات الصغيرين، ما تاخدش أوي على كلام الناس، شوف رأي ربنا إيه في القصة. والمجد لله يا رب.